صباح الخير عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ لاباس؟ ما عليكمش، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. واللي شافت الفيديو هذا ودخلت جديده للقناه نرحب بيها ونتمنى يعجبها المحتوى. واللي كانت فايته تاني نتمنى دير ابوني وما تنساش دير جامل لا فيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن. وهذه يا حبيباتي كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفه نتاع الخبز، خبز الدار تاع الفارينه يا البنات. تقدري ديري بريوش، تقدري ديري خبز الدار، تقدري ديريه محلو، تقدري ديريه مالح. وصفه جد سهله، ما تحتاج لا جهد لا عجن لا والو. مع وصفه نتاع البوراك نتاعي حبيت ديما نشارك تما معاكم البوراك تاعي اللي نديرو. وشربه فيرميسيل بيضه جات بنه الاعراس، بورتو ما فيها لا دجاج لا لحم بزاف لا والو، بطريقه جد سهله. مع بعضنا نروحوا للوصفة تاعنا تاع نهار اليوم ونبداو على بركة الله بوصفة خبز الدار. يا البنات جا واحد الخبز رائع رائع. نتمنى تجربوه تاني، وإلا جربتوه تاني تعالوا تحطوني في لي كومونتير لتحت نبداو الوصفة مع بعضنا. تقدروا ديروه شريك، تقدروا ديروه دي بتي بان، تقدري ديريه واش حبيتي. فوالا الوصفة تاعي أنا واش استعملت فيها؟ استعملت فيها 6 كيسان نتاع فارينة، هي حوالي 1.25 كيلو. 6 كيسان نتاع فارينة. انت الى حابه ديري خبزه كبيره ديري 5 كيسان تفي بالغرض. 5 كيسان هي عباره عن 1 كيلوغرام. فوالا. ومش حطيت فيها مغرفه خميره ومغرفه سكر، وحطيت 2 مغارف نتاع اللحظه، مغرفه خميره مغرفه سكر 2 مغارف نتاع اللحظه، كاس نتاع زيت، هذه راهي كميه كبيره نتاع يديلك 2 خبزات كبار. انا وشي درت خبزه كبيره ودرت الشريكات هذوك اللي تيبو. ولهنا الخلطه اللي خلات الخبز نتاعي جا خفيف كيما هكاك بزب زب 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 اوبوا ما تيماجينيوهش. الثقوب اللي فيه تقدري تدخلي فيها كما يقولوها صبعك، تلمو خفيف بزاف من الداخل. واش حكمت 2 بيضات وخبطتهم مع اشكاره تاع خميره كيميائيه، خبطتهم حتى ولاو بيض كيما شفتوهم. انتي لما عندك شديك تقدري ديري العمليه هذه غير بالفرشيطه وراح تخرج لك نفس النتيجه. ما ننساوش زدت حطيت شويه نتاع ملح وخلط الخليط نتاعي. وبعدها لهنا قاعده نضيف الماء تدريجيا. لهنا البنات الخبز نتاعي يجي يتلاصق، لازم كي ديريه يتلاصق على قد ما كانوا المعجنات نتاعك يتلاصقوا العجينه طريه على قد ما يجيو اخفاف. ما يهمكش يلصق في يدك باسكو من بعد راهو كي يطلع راح يحكم روحو. فوالا لهنا ما يحتاج لا عجن لا والو، جست دخلت كيما نقولوها لميتو بالماء، رحت غسلت يدي وعاودت رجعت لكم شلعت لكم برك القوام تاعو زي باش. فوالا البنات هذا هو القوام تاعك وغادي تشوفوا فيه راهو يتلاصق. راح نخليه يضاعف لي الحجم تاعو وبعدها نعاود نرجع معاكم. فوالا لهنا بعد ما ضاعف لي الحجم نتاع الخبز نتاعي حطيت شويه زيت في يديا وفرغت الخبز في البون دو طرافاي نتاعي، حطيت شويه زيت في البون دو طرافاي وفرغت الخبز. فوالا هذا هو الخبز نتاعي ديريكت بين عجنو ما والو، اقسمي مباشرة اقسمت الخبزه تاعي حطيتها في البلاطو وهذوك درتهم خبيزات صغار درتهم شريكات. فوالا هذه هي البنات البلاطو هذاك ما تهضروش عليه باسكو راه تحرق لي، ما حبش يتحك لي. قلت لكم اخي نسيت الكوزينيير شاعله ولي بلاطو فيها تحرقوا لي لي بلاطو، عييت نحك فيهم ما حبوش. فوالا لهنا هاني هزيت درت الشريكات نتاعي الله يبارك جاتني كميه لا باس بها. وزدت درت دي بتي با الوليدات، يشوفوا الوليدات يحبوا حاجه كصغيرون هكا يحبوا حاجه ياكلوها سورتو حاجه تتهز في اليد هكا دي بتي با شريك بوراك سيغارسو غير. اصلا شوفوا الولاد يحبوا ديما الحاجه اللي تتهز في اليد، تهز باليد باش يكتعك كبار، نقولوا حاجه صغيره قد يدهم. سي بوغ سا نحب هكا ديما ندير لهم حاجه سبيسيال تاعهم.
هكا. وهاد البنات تقدري ديريهم حتى ديسا لي تحشيهم من الداخل كما يقولوها بالافيون داشي، تقصيهم وتحشي بالافيون داشي، تجيبوها روعه روعه فيهم داشي كما يقولوها، ديريهم دي ميني هامبورغر. فوالا الهضره هذه قاعده نكرس في الخبز تاعي ونخليه يطلع، وبعدها نعاود نرجع له. فوالا بما انها الكوزينه سخونه خليتهم تما بعدا، ودرك البنات ها بعد ما ضعف لي شويه الحجم نتاعو تحسيه دار مبايل هذوك، رحت دهنت الخبز نتاعي بالمح الاصفر نتاع البيضه وزوج مغارف نتاع الحليب، المح الاصفر نتاع البيضه وزوج مغارف نتاع الحليب هما اللي يعطيو لك، وعلى راس المغرف سكر، وعلى راس المغرف سكر هما اللي يعطيو لك الاحمرار هذاك الباهي المليح. كما شفتوا الشريك كيفاه جا حمر وكيفاه جا الخبز روعه روعه، داك هو الاحمرار اللي يعطي شكل الخبز شكل مليح. هذه هي وزدت درت هذا وحطيت الخبز الاخرين، وزدت دهنت هذا بما اني دهنت الاخر خملي زديت ضعف الحجم تاعهم، وكتقيسيهم دهنيهم يهبطوا ادهني دوكا في نفس المرحله. حطيت فوقهم غير شويه جلجلانيه، هذو ما حبيتش نحط السيلوج اصلا، ما نحبش السيلوج انا فوق الشريك. فوالا طاب لي خبز الدار نحيته وحطيت البلاطو تاعي الاخر. لهنا البنات هاني قلبت الخبز تاعي ودرك نبدا نقسمو معاكم. الله الله يا ربي جا واحد الخبز خفيف 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 يهبل يهبل البنات، شهيتكم في الجنة حبيباتي. ونتمنى تجربوه بزاف بزاف، رابيد رابيد افير، يعني حنا نحوسو على الحاجة اللي تقص عليك الوقفة في الكوزينة، سيغتو هنا سيغتو اللي عندها الزوج كيما تاعي انا يحب خبز الدار. الله يبارك راح تتعب في رمضان هذا، تقدري تكتري ديري زوج خبزات ثلاثه وحطي في الكونجيلاتور تاع 3 ايام، ديري كل خبزه بنهار برك وتنحي الوقفه عليك، او ضحك وقاعدين تشوفوا سهل خلاص دقيقه ديريه شوفوا كيف جاء يهبل يهبل. علاش عليكم والله غير الخفه وشتوبات والغدوه اقسم بالله غير باقي كيما راهو، تلموجا خفيف ومليح تقولي عليك تاكلي في البريوش. هذه يا حبيباتي برك عاوزه طابلي الشريك تاعي هذا قولي تيفا هذوك هاني زدت نحيتهم. فوالا شوفوا كيف عطابو، شوفوا كيف عطابو ذوك الحمرار هذاك اللي جا يهبل يهبل، اللي قلت لكم واش درت انا باش حماروه كامليح. محل صبر تاع العظمه زوج مغارف تاع الحليب وعلى راس المغرف السكر خلطهم مليح وديري دهني بهم تجيك روعه روعه. هذه يا حبيباتي بالنسبه لوصفه الخبز تاعي، نتمنى تكون عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيه وان شاء الله تسهل عليكم الوقفه تاع رمضان. وهذه يا حبيباتي مع بعضنا دركا الوصفة الشربة البيضة تاع الفيرميسال. أنا شربة بيضة فيرميسال، شوفوا أنا رمضان يهلكني الفريك، ناكل بخومي جور دوزيام جور تروازيام جور أواه تبدا ليستوما بعدها تعيط، سي بون لازم ليا نبدل يا بويون يا جارية أبيض دويدة. لهنا واش ندير انا في الجري تاعي دونك ما نديرش فيه لحوم بزاف يتو، واش حطيت فيه، حطيت ربطة هكا تاع معدنوس، حطيت شويه تاع بصل، حطيت شويه تاع كركم على راس المغرف، حطيت شويه تاع ملح، شويه فلفل اسود، وهذاك واحد تاع جومبو دجاج. بما اني ما حطيتش الدجاج حطيت غير لافيون داشي، وحطيت واحد جومبو دجاج وثلاث مغارف صغار تاع الزيت وعلى راس المغرف دهان، مغرفة صغيرة برك. نحط نقلي
هذا المكونات مع قطيره نتاع ما باش ما يتحرقوليش مع النوس هذاك اللي يتحرق لي، ونحضر مع بعضنا شويه برك في وداشيده هكا غادي تشوفوا اي فوا بابا كنكثروا خلاص. حطيت مغرفه نتاع شابلور، شويه فلفل اسود، وشويه تاع ملح، وشويه تاع بصل، ولبنتها يا البنات مقطيره برك تاع زيت، قطيره تاع زيت فوالا. اني ما درت فيها لا بيض لا والو، ما حبيت نخلط فيها والو والو، حبيت نخليها هكاك حرشه هكاك الفيونداشي تاعي، ما حبيت نزيد فيها والو. هذه يا البنات كيما راكم تشوفوا، هاني قاعده نكور في الوحده تاعي، او طو لاصوص تاعي راهي قاعده تغليه، تما كما نقولوها راهي قاعده تتقلى. وجدت كل شيء على ضربه واحده باش نتهلا. اصلا شوفوا الشوربه فيرميسال راكي تقدري ديريها في اخر نصف ساعه، باسكو سهله 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 خلاص، سورتو الا ما حطيتيش فيها الدجاج وكل شيء، راكي ديريها لي جوست بيغلي الماء طيب لا فيون تاعك، اب تحطي الفيرميسال تاعك. لهنا البنات هاي بعد ما تقلات لي انا حنمرق شويه برك شويه برك. هذه الطريقه تاعي اللي تبدا الشربه فيرميسال، تبدلها واحد البنه روعه روعه. شوفوا البنات لهنا كي تبدا تغلي لي، اني مازلت ما مرقتش، اني جوست حطيت شويه برك، نحي مع الدوس تاعي هذاك بعد ما يكون طلق البنه تاعو، ولوح لا فيونداشي تاعي، ولوح لا فيونداشي خليها كي طيب لي لا فيونداشي نمرق البرمة تاعي، خليها تغلي ونحط الفيرميسال تاعي. هذه هي انا الفيرميسال حطيت لهنا حوالي غرفيه صغيره هكا. انت الفيرميسال حطيه على حسب الافراد تاع العائله تاعك اللي يحبوا تكون فيها دويده. انا وليداتي ماما انا نحب فيها الدويده باسكو دي فوا ناكلها بلا خبز، يبا كي ديري فيها شويه دويده هكا ما تجيش باويه، تجيش باويه بيجيك الجاري ماشي مليح تاعك الشربه ماشي مليحه. هذه هي الفيرميسال تاعي بعد ما غليها لي وطابت لي لافونتاشي، حطيتها ميم با 5 مينوت وطفيت عليها. هادي ما تخليوهاش تغلي خلاص بزاف، 5 دقائق طفي. هادي يا حبيباتي اللي انا بعد ما طفيت على الشربه تاعي جات الله الله شربه والله غير تقول تاع الاعراس، وحتى البنه تاع الجومبو مع البنه تاع القلي هذاك تاع الفيونداشي جات تهبل تهبل. شاهدكم في الجنه حبيباتي، وراح نكملوا مع بعضنا البوراك. البوراك يا البنات مانيش حنهضر لكم عليه، ديجا راني هبلتكم به، كل مره نحط لكم كل مره نحط لكم، ماشي المره هذه درتو بال بالطون. حخليكم تشوفوا كيفاش درتم، وخليكم تكملوا الفيديو للاخير، وفرجه ممتعه حبيباتي. وما تنساوش كيما قلت لكم تخليوا لي بيت جيم بيت كومونتير، واللي مش مشتركه تشترك في القناه. وفرجه ممتعه، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه حبيباتي.